بدي افتح انا على موضوعين حابب اني احكي عنهم قبل ما يخلص وقتنا اليوم. الموضوع الاول هو استهداف الميادين. طبعا مع استهداف الميادين واستهداف مستشفى الساحل، وانا قاصد احكي عن الامرين. اولا التضامن. تضامن بكل من القلب، من العاطفه، مع الاسر، مع العاملين، مع الزملاء، مع الاستاذ غسان بن جدو، مع الدكتور علامي، اصدقائنا ورفقاتنا. لكن انا ما اريد ان اضيء عليه، الاسرائيلي لما بيروح على عناوين اعلاميه وعناوين صحيه، شو ما الف له قصص، هذا دليل انه افلس في عناوينه العسكريه. هذيك اليوم عم بقرا مقال انا لواحد، يمكن لاسحاق بريك نفسه اللي كان مستشار عسكري لرئاسه الحكومه، واللي هو يعني جنرال متقاعد، كان رئيس قسم التعبئه الضباط بالجيش. فبيقول انه قد يكون كلامي صادما، لقد فرحنا كثيرا واحتفلنا كثيرا باغتيال قادة حزب الله، سواء أمينه العام أو قياداته الميدانية، لكن علي أن أسألكم السؤال التالي: ألا تعلمون أن أغلب الذين تم ملء مراكز، الذين تم اغتيالهم بهم من الجدد، لا نعرفهم ولا نعرف أسماءهم، ونحتاج إلى سنوات طويلة حتى نتمكن من تكوين ملفات لهم؟ هل تعلمون أننا لا نعلم الآن كيف يؤخذ القرار في حزب الله؟ من هي الجهة؟ كيف هي الآلية؟ ما هي الطريقة؟ ما هي العلاقة بين قيادة سياسية جديدة وقيادة عسكرية جديدة؟ لا نعرفهما، ولا نعرف ما إذا كانت الأسماء المعلنة والظاهرة هي أسماء تتلو النص السياسي، أم هي التي تقرره، أم هي تشارك فيه؟ لم نعرف. فأي إنجاز نتحدث عنه؟ نحن نتعامل الآن عن جد بعد 20 عام من النجاح في ملء الملفات عن من هم قادة حزب الله، قيادته العليا، أمينه العام، قادته الميدانيون. ذهبنا إلى عمى استخباري في التعامل مع حزب الله. هذا بيجي بيقول لك أنه هذا سبب كافي. هليفي ما بيعرف اللي عم بيقوله إسحاق إبراهيم، بلا بيعرف. لما بيقول هليفي بناء على نفس الواقعة اللي هي قتل القيادات، فينا ننهي الحرب، هو عارف انه احنا خسرنا الحرب. لكن انا عمول لما بيروحوا على المؤسسات الإعلامية والمدنية والصحية، لازم ننتبه انه هذا اعلان اعتراف بان البنك الاهداف العسكري ما بقى في شيء. الموضوع الاخير اللي بدي احكي فيه هو موضوع الجيش اللبناني. أنا بدي أقول لكم شيء، أنا لا أعتقد يوجد لبناني طبيعي وسوي لا يحب الجيش اللبناني. أنا شخصيا يعني بتذكر بشبابي 15 16 14 17 كنت يساري متطرف، يعني أنا ب 73 كان عمري 15 سنة مؤسس تنظيم اسمه منظمة ديفارا الحمراء. فأنا حدا يعني ميلي اليساري، علاقتي بالإسلام كانت دائما أبو ذر الغفاري الإمام علي، يعني من زاوية الانتصار للفقراء، الوقوف مع المظلوم، البعد الاجتماعي التقدمي، خدمة الإنسان، أنه الإمام علي شو كنت حافظ من أقوال. طبعا اليوم أنا قاري نهج البلاغة 10 مرات، لكن عمول بتلك الفترة في ذلك العمر، وأنا بالمناسبة قريت نهج البلاغة كان عمري 11 سنة، بس الجملة اللي كنت كررها: والله لو تجسد الفقر لي رجلا لقتلته. كيف للمرء أن ينام جائعا ولا يخرج على الناس حاملا سيفه، بمعنى هذا البعد اليساري. طيب رغم كل ذلك، وأنه هاي الدولة اليمينية الغربية، يعني توصيفنا للدولة اللبنانية وقتها كان معروف شو هو، بس انا ما بخفي سر، يعني ما بفشي سر اذا قلت انا كل 22 تشرين ثاني اللي هو عيد الاستقلال بلبنان كنت البس احلى ثياب عندي وروح احضر العرض العسكري للجيش اللبناني، وافرح بلما بتمرق طائرات الميراج، كان عندنا طيارات ميراج، انه عندنا، ولما يمرقوا الصواريخ الدفاع الجوي ويحكوا عنه. فاذا الجيش مؤسسه مقدسه عند كل اللبنانيين. لكن هذا الجيش انلعب فيه قبل الحرب، انلعب فيه حتى أخذ ليكون أداة من أدوات الحرب الأهلية فتقسم، ثم أعيد توحيده في ظل الاجتياح الإسرائيلي، أعيد توحيده قبل بس عزله بعهد الرئيس سركيس.
لكن أعاد إبراهيم طنوس بناء الجيش برعاية أمريكية مباشرة، فتفجر وتشظى بال84، راح صار شيء آخر. هذه المرة تم توحيده على إيد وبركة هذا الوطني المقاوم العظيم المحترم حماه الله الرئيس إيميل لحود، ودمج الألوية، أنهى الروح الطائفية، حط عقيدة قتالية، إسرائيل عدو، المقاومة حليف، ونحن الآن في هذه المرحلة. مرأ قادة بالجيش سيئين مثل ميشيل سليمان، ومرأة قادة جيدين، ومرأة قادة نص نص، وأنا ما بدي أدخل بالأسماء، لكن أنا اللي بدي لكم إياه. نحن اليوم عندنا شهيد بهذا الجيش، رائد، ومعه جندي ورقيب يمكن. قصفهم الإسرائيلي بيطار. سيرة هذا الضابط الذي استشهد أنه كان في مواقع عديدة، وخصوصا في موقع الوزاني وعلى أطراف الشريط، شفتوا الفيديوهات تبعه، اللي ما شافها انا بنصح يروح يشوفها، ليشوفها الوطنيه المجبوله ببنيه هذا الرجل، وهو ليس فردا، مثله كثر في هذا الجيش. هذا الجيش عصب وطني حقيقي، هذا الجيش يعشق ان يستشهد من اجل وطنه. كيف كان عم مين الجيش اللبناني قدام الجيش الاسرائيلي؟ عم بيقول له اسمع، نحن عم ندافع عن ارضنا، بس انتبه، ده اخر مره انا بحكي حكي، شيلها من هون، مرت الجاي ما في حكي، في امر تاني. وبيطلع بالعسكر تبعه بيقول له عسكر بس لك لقم بتلقم. طبعا هو يعلم ان الله المقاومه بطل، لكن هو بذاته سيكون الشهيد الاول قبل ما المقاومه تفوت. فهو اذا مش حاسب مساله ان يستشهد، ما بيتجرأ ياخذ هذا الموقف. فانا بدي احيي الجيش، وبدي احييه من قيادته الى جنوده. المرشح لرئاسه الجمهوريه نتعامل معه بمساله الرئاسه منفصله، وهو قائد جيش، هو قائد جيش ممتاز، هو قائد جيش عظيم، لأن هذا الجيش عظيم. هلأ بدي فوت على محل ثاني من موضوع الجيش. ومناسبة، الأمريكي بيقول الجيش، الفرنساوي بيقول الجيش، العرب بلا استثناء، يعني عم نحكي سعودية، مصر، قطر، والإمارات اللي بيتعاطوا بالشأن اللبناني بيقولوا الجيش. طيب أنتم مصدقين أنه فيكم تحكوا عن إنهاء ملف سلاح المقاومة وتسليم الجيش، ان يكون انه في بلد يا عمي في قوه مسلحه غير الجيش؟ عظيم، قبلنا قبلنا. في بلد بالعالم جيشه ما بيقدر يحميه؟ هلا انتم قبلوا. ما هي نبيل، هاي اللي ما بده مقاومه مسلحه، لا اقول لك حتى يخرجها للمقاومه، الا انا مش فاهمين ليش انتم بعدكم متمسكين بالسلاح. انتم عم تقولوا للدفاع عن لبنان فرضنا التجنيد الاجباري، صار عندنا جيش 150,000، صار عندنا دفاع جوي، صواريخ اس 400 وباتريوت، لانه الفرنسي اعطانا، الامريكي اعطانا الباتريوت، الروسي اعطانا الاس 400، وبالتالي نحن ما لنا سنه ولا طياره اسرائيليه قربت على جوارنا. عندنا الياخونت، وعندنا صواريخ سطح امريكيه، بحرنا محمي. ما عندنا سلاح جو، حتى ما نكبر الحجر يعني ويقول عم تتخينا كثير، لكن عندنا صواريخ ارض ارض من كل الانواع، من التوماهوك الى الكروز الى الصواريخ الروسيه سكود وغيرها الى الاسكندر اي، بحيث ان اسرائيل عندما تقصف عمقنا نقصف عمقها، يملك هذا الجيش القدره. باقي بدنا منكم يا شباب، هالعده اللي عندكم اعطوها للجيش بمراحل، اعطوه بالاول الاسلحه الثقيله، وابعوا انتم كمندس في الخطوط الاماميه، لكم هيكليه خاصه لكن بتنسيق مع الجيش. وفي مرحله لاحقه اللي بحب منكم يفوت على الجيش، ما دي اعمار، بصير الواحد بال60 بيروح على البيت، والشباب فيهم يفوتوا، يعني بيقدر الجيش انه يستوعب 10 15 20,000. يعني لو حدا بيجي بلبنان او بامريكا او بفرنسا او بقطر او بمصر او بالسعوديه او بالامارات، عم بحكي عن الدول التي تتابع الملف اللبناني، هاي الدول الاربعه، ودوليا الالماني فايت على الخط الجديد، يا اخي والالماني والطلياني والاسباني والبريطاني، من يريد ان يقنع اللبنانيين بان معادله مقاومه وجيش لا تستقيم؟ والداخل ما بديش سمي يعني الاولاد اللي عم ينتعوا يعني، بس بدي احكي بالعمق، الذين يقدمون معادله انه جيش ومقاومه ما في يكمل البلد، والدول بالعالم ما فيها تكمل الا بجيوش، هذا له تتمه، تتمت عديد في الجيش، والعديد يحتاج إلى تجنيد إجباري.
روحوا على مجلس النواب وقدموا قوانين تجنيد اجباري. بعد تكون تجنيد اجباري ارفعوا رواتب الجيش ليصير مغري للانضمام. بلا تجنيد اجباري ارفعوا الرواتب. بس قولوا بدنا جيش 100,000، ما من 100,000 ما فينا 100,000 مقاتل، مش 100,000 عبيد. يعني 150,000 عبيد. اثنين، تسليح. تسليح. بدنا صواريخ دفاع جوي على الاقل، وصواريخ ضد البحار سطح سطح. وبدنا مضاد للدموع فعال، بدنا اللي عند المثل عند المقاوم، ليش مش عامل المقاوم؟ وبدنا بناء وحدات خاصه معقده على قاعده العداء مع اسرائيل وعلى قاعده الوطنيه اللبنانيه تساوي العداء لاسرائيل، اسرائيل تحدي وجودي للبنان، هو كلمات شارل المالك على فكره، مش كلماتي انا. ولو صالح العرب جميعا اسرائيل واعترفوا بها على لبنان ان لا يفعل. هو ما كلمات لا السيد حسن ولا الامام الصدر. هاو كلمات شارل مالك اللي بيتباهوا فيه مؤسس الدبلوماسية اللبنانية وواضع شرعة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، اللي كان سفير لبنان في نيويورك ثم أصبح وزيرا للخارجية. فش عاقل بلبنان ما بيفهم شيء. طيب تعالوا روحوا على الدول قولوا هالكلام، بيجيك مفاد أمريكي. نعم، حزب الله هو المشكلة ويجب أن نتعاون ليه. وأنا هاي مشكلة حزب الله، مين بيحميك يا حبيبي؟ هذا الوحش المنفلت، مين بيحميك منه؟ ما بدك تبني دولة، مش أنت عم تقول بدنا دولة؟ شرط بناء الدولة حماية الحدود. لا يا خي، مش مع سوريا بدك تعمل ميزان قوى لتقدر تتفاوض بندية؟ أنا موافقة. سوريا عندها جيش قوي، لازم يكون عندك جيش قوي. القبول بجيش ضعيف في لبنان له معناه واحد، العمالة لإسرائيل. عم بحكي بصراحة. ولا يوم كان سماحة السيد بيقول نحن بدنا جيش ضعيف. ولا يوم. علما اذا القضيه انه المقاومه هي الهدف ان تبقى، انه لازم ينبسط اذا الجيش ضعيف، لانه يبرر بقاء المقاومه. ما كان يفكر بهالطريقه. قضيته دائما كانت ابنه جيشا قويا، نريد لهذا الجيش ان يسلح باحسن انواع السلاح، هذا جيش بلدنا ونحن ما عندنا فن للفن ومقاومه للمقاومه. شرفوا ابنه جيش وسلحوا الجيش، بس ما بتبنوه من لكم مثل ما قال الامام الصدر. الشعب المسلح يعوض نقص المهمة عند الجيش، مش لنقص الوطنية، لنقص القرار السياسي بالتسليح والإعداد والتجهيز. هون آخر نقطة، في واحد من النواب الغفلي، يعني هو اللي مرقوا فلتة شوط وصدفة، بتسأله المذيعة بأحد الحوارات بتقول له طيب وإذا ما في مقاومة شو بصير الوضع على الحدود؟ الله، بسيطة بسيطة، بصير مثل ما كان بين 49 و 69. مزبوط، بصير مثل ما كان بين 49 و 69. بس يا شو بدي استعمل تعابير، انا شو بدي استعمل؟ يعني الواحد بيضطر مرات يسيء لنفسه لما بده يوصف وصف حقيقي بلا من نوصف. شو كان الوضع بين 49 و 69؟ لك انت نائب 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 هلا نائب حالي، وعلى اساس ما شاء الله بيفهم وبيعمل لي شعارات وبيلعب لي بشعاراته والمصيبه انه هو يعني عائلته بتشبه عائلتي. يعني 49 69 شو كان في بين 49 69؟ تعال نعمل نحن وياك الكشف الحساب. جنوب الليطاني خصوصا في منطقه مرج عيون وما اصبح لاحقا اسمه الشريط الحدودي، يعني بنت جبيل ضمن، عيترون ضمن، بليده ضمن، منطقه الناقوره ضمن. وانا اقول لكل الناس عندكم اصدقاء عديسي ضمن، سالوا كبار السن في هذه المناطق اللي عاشوا 49 69. انا هيك عشت باولها، يعني انه كنت بعدني عم بتفتح. انا بتذكر كان عمري 7 8 سنين، بنت خالتي تجوزت الله يرحمها وزوجها الله يرحمه الى عيترون من بيت الامين، هي من بيت الامين وهو من بيت الامين، ونحن رايحين على العرس. وانا معود انه العرس بيكون بالليل بالسهره على الدبكه والهذا. قال الساعه 3 العرس للساعه 6. يا عمي ليه؟ قال ما 8 بتسكر الضيعه وبتطفي، ليه؟ الاسرائيلي منعها، ممنوع يكون في ضوء بعيترون كلها بعد الساعه 8. هذا 8، هذا 49 69. الجيش اللبناني حاجز الخردلي الساعه 8 بيخليه. ليه؟ لانه الاسرائيلي بيجي بيقعد عليه.
روح فتش يا حبيبي، روح لعند مدير مخابرات الجيش انه شفني هذا الحكي مضبوط. دير السلاسل، حارس الجيش بيسكر، ممنوع السيارات تطلع بعد الساعه 8، ولا سياره ممنوع تقطع على بير السلاسل برجعه الا اذا معك اذن من المخابرات، يعني مهمه خاصه. بس المواطن العادي اللي ما في امره، حتى اذا انت جاي من بيروت وطالع على ضيعتك بالليل ما فيك توصل. ليه؟ لانه الاسرائيلي باي لحظه مبلغ الجيش انه هو باي لحظه بيعمل انزال بهالمنطقه وبده يفوت يحط حاجز. محفر الدرك مش دايره مرجعيون، كانوا يفوتوا عليه يحطوا العسكر معه، والعسكر الدركيين يعني كانوا بيعرفوا انه كل اللي بدهم ينطوا بيجي الاسرائيلي بفوتهم على الحمام، بسكر الباب عليهم وبيقعد بيجيب جماعات الاحزاب اللي هو يشك بانها تفكر بعمل مقاوم وقومي ضد الاسرائيلي بحقق معهم بالمحفر. بال 64 قرر لبنان بده يجر المي من 4 إلى 4 كيلو من مياه الوزانه، هددته اسرائيل، راح لمجلس وزراء الدفاع العربي. ثاني يوم اسرائيل دكت قذيفه صوت بسموها خلابيه. شو يا عرب يا ولا شيء، سكت لبنان وبغض النظر. بال 2000 لبنان جر المياه من الوزاني ل 22 بلده، ولم تجرؤ اسرائيل ان تفتح تمها بكلمه بلسمي بلسمي. شو عم تحكوا انتم؟ 49 69 ب 68 نزلوا بمطار بيروت الكوماندوس الاسرائيلي وحرق طائرات الميدل ايست. وما يجي يقول لي لانه كان في خطف طائرات ومدري شو وطلعوا الفدائيين من مطار بيروت، لانه لبنان حيث واطي مش لشيء ثاني. هذا لو طلعوا من مطار اورني ما بيسترجي يروح على باريس ويحرق الطائرات. وبالتالي بده يكون سياجك عالي، وسياجك العالي لما تنط عليه الثعالب اذا ما كان جيش قوي والجيش لا يقدر يواجه اسرائيل بده امكانات اكبر من التي تحتاجها المقاومه. لانه الجيش مؤسسات، ثكنات ومرافق مدفعيه ومطارات معلنه ومقر القياده، بيطلع الطيران مثل ما عمل ب 67 الاسرائيلي ومسح الجيوش العربيه. فنحن محميين اليوم عاملين توازن، عم نخلي وزير الحرب الاسرائيلي يقول انه بدنا نوقف عمليه بريه، عم نخلي رئيس الاركان الاسرائيلي يقول انه لا فينا نقول انه نوقف الحرب، عم نخلي نتنياهو توصل على غرفه نومه مسيره المقاومه. هذا يعني هذا التوازن الذي انتجته المقاومه هو الذي يحمي لبنان. وبكره بتشوفوا النتائج. وبالتالي اي كلام عن الجيش ليس حبا بالجيش، هذا كذب. الذين هذا سؤالنا. إذا كنتم تحبون الجيش فعلا، وإذا كنتم تريدون أن يكون الجيش هو الجهة التي تتحمل مسؤولية الدفاع عن لبنان، فرجونا روحوا يا نواب قدموا اقتراحات قوانين لتخصيص سلاح ومال وموازنات وقوانين للتعبئة والتجنيد ليصير عندنا جيش حقيقي. روحوا بالعلاقات مع الدول بدل ما تعملوا نميمة على المقاومة وتحرضوا على المقاومه، روحوا اطلبوا سلاح نوعي للجيش اللبناني، مش سلاح ميليشيات. نحن سلاح جيشنا اللي اعطوه اياه الامريكان والفرنساويه هذا سلاح ميليشيات، هذا مش سلاح جيش. سلاح الجيش ببلش من الطيران، دفاع جوي، صواريخ ارض ارض، صواريخ سطح سطح ضد البحر، وبعدين تحكيني بالباقي. نحن عندنا وحدات خاصه للعمليات الداخليه، ما عندنا جيش. هذا ليس انتقاص من وطنية الجنود والضباط والقيادة، هذا انتقاص من القرار السياسي المباع للخارج، مش المقاومة للخارج. وبنرجع بنعيد لكم يلي ما فهمتوا فهموا، هاي المقاومة التي تدعمها إيران وتدعمها سوريا اتهمتوها بال2000 انه هي مش مقاومة لتحرير الأرض، وانه هي مجرد مقاومة لتحسين شروط سوريا في التفاوض مع إسرائيل. تتذكروا وقتها؟ ارجعوا على الارشيف. ما حدا منكم اللي عم تحكوا اليوم، مش على الاولاد عم بحكي، على الكبار اللي كانوا وقتها موجودين، شو بدي بالصيصان؟ ديوكي تبعكم كانوا يقولوا انه هاي المقاومه في مفاوضات وايت بلانتيشن ومفاوضات كامب ديفيد، والسوري يحتاج تتصعد العمليات، السوري لا يحتاج تنزل العمليات. كنا نقول لكم تعالوا لنشوف بالاخر ارض مين اللي راح تتحرر. ليش كنا واثقين نحن انه اللي راح يتحرر الجنوب مش الجولان؟ لانه كنا واثقين ان هذه المقاومه تقاتل لتحرير ارضها، وانكم كذابين وانكم تافهين.
بعد منها بال 2015 و2014 ويقولون هاي المقاومه مجرد ضغط تفاوضي لتحسين شروط ايران بالملف النووي. راحت ايران على الملف النووي ووقعت اتفاق نووي وجابت مصريات الاتفاق النووي مثل ما بيقولوا الامريكان هلا واعطيتهم من المقاومات. وانتم المشروع الايراني في المنطقه اهم من الملف النووي، عظيم. فاذا شو المشروع الايراني اذا لم يكن الملف النووي؟ شو هو؟ فلسطين. عام اذا في دوله عربيه بتعمل مشروع على فلسطين نحن من جماعه هذا المشروع. تعال جيب لي مشروع سعودي لتحرير فلسطين، مشروع مصري لتحرير فلسطين، مشروع وين بدك؟ جاهزين لنكون جزء منه. وبس يبطل الايراني عن فلسطين نحن بنبطل عنه. بس انتم كنتوا تقولوا للتفاوض النووي، هلا غيرته. ليه؟ لانه ايران تحملت اسقاط الاتفاق النووي من اجل ان تنتصر لسوريا ومعركه سوريا وان تؤمن الدعم للقوى المقاومه، وان سبق ان هذا يغضب الامريكي ويجعله يخرج من الاتفاق النووي. اي بيكون الاتفاق؟ وين بيكون الاتفاق النووي؟ هو اللي عليه. وين المقاومه بيكون عم تخدم مصالح ايرانيه؟ ما عمل هاللعبه من هالصغر من هالرخص من هالسخافه من هالامراض العصبيه. فكروا بشويه عقلانيه وبشويه هدوء. وبهدوء انا بقول لكم نحن ذاهبون الى نصر اكيد، خلص. ما بقى حدا يخلي الشك يفوت على قلبه، يخلي هيك التلاعب باعدادات العقل او السيتنج تبع مخنا حدا يلعب لنا فيه هون بشويه اكاذيب وشويه تركيبات شكليه منطقيه. الوقائع دامغه ثابته، المسار واضح، التطورات الميدانيه تتراكم، ونحن ذاهبون الى النصر حكما قطعا قولا واحدا يقينا مطلقا.